طرق عديده اتخذتها الحكومه واحزابها وميليشياتها لدرء الخطر عن نفسها والمحافظه على مصالحها الشخصيه ومناصبها حتى انها لم تفكر بالثمن مقابل ذلك كما في كل تظاهره او ثوره يقوم بها ابناء الشعب العراقي ضد الحكومات المتعاقبه منذ عام 2003 الا ان الثمن هذه المره كان غاليا حيث استشهد اكثر من 120 متظاهرا واصيب الالاف بآله القمع الحكوميه وميليشياتها في محاوله منها لايقاف حده التظاهرات المطالبه باسقاط النظام بالكامل والغاء الدستور ومحاكمه الفاسدين فبينما كانت عمليات القمع الوحشي مستمره باستخدام القوه المميته لفض التظاهرات السلميه واصل المستوى السياسي في العراق من رئاسه وبرلمان وحكومه اطلاق وعود كاذبه بتلبيه مطالب المتظاهرين. لدينا مشروع سنقدمه خلال الفتره القصيره القادمه الى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائله لا تمتلك دخلا كافيا. تصريحات وصفها المتظاهرون بانها لا تتجاوز كونها مناوره من اجل كسب الوقت لكسر اراده المحتجين. ولعل ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى من المتظاهرين وتراكم الادله على تورط القوات الحكوميه في عمليات القمع والقتل يجعل من المستحيل الوثوق باي روايه رسميه للاحداث او بالوعود الجوفاء التي تطلقها الطغمه السياسيه. لا شرعيه لاي عمليه سياسيه او نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم. هذا واجبنا تشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لإيجاد فرص عمل وتقديم معونة مالية للعاطلين وتأهيلهم ولا سيما الخريجين وحملة الشهادات العليا وغير ذلك من الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء في مبادرات اقتصادية وخدمية عاجلة بالشكوك استقبلت الوعود الحكومية بزيادة الإنفاق وفتح أبواب التوظيف وغيرها لا سيما في ظل ضعف الاجهزه الحكوميه وانتشار الفساد ولعله زيباري وزير الماليه السابق شاهد يشهد من اهلها حيث اكد ان التعهدات التي قدمتها الحكومه لتهدئه المتظاهرين غير قابله للتطبيق في ظل عجز الموازنه لعام 2020 الذي سيزيد على 30 مليار دولار. وعود الحكومة لم تستطع إقناع المتظاهرين، بل زادتهم إصراراً على متابعة مسيراتهم باتجاه المنطقة الخضراء التي يتحصن فيها أعضاء الحكومة والبرلمانيون خوفاً من غضب الشارع العراقي المتزايد مطالباً بإسقاط النظام. مستمرين حد ما يسقط البرلمان ويسقط هذا الحكم الفاسد. نطلع خمسة نطلع عشرة نطلع مليون مستمرين. هي اذا تراجعنا بعد سنة راح 300 الف شنو نعرف 300 الف بعد ماكو ما مطالب ما عندنا مطالب ما نريدكم شلح شلع اسقاط دوله اسقاط دوله لا مطالب نريد ولا قطع اراضي نريد صار لنا 17 سنه ما عندكم لا عندكم حكايه مو تكبرون هاي الشباب الشباب وعيت الشباب العالم وعيت ماكو منا ان شاء الله مز... الشعب الى ثوره ان شاء الله الخضراء وهكذا يترك المتظاهرون مطالب سنوات مضت بتوفير الخدمات الاساسيه والحصول على فرص عمل وغيرها ليركز مطالبه في اسقاط النظام الحاكم في العراق النظام الذي جعل العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية